السلام عليكم، انا زهره سعيد، جبت هذا الولد ابراهيم بن قاسم، عنده مسكينه شفته بقى فيا صراحه الله. حنا مدور عيادان قليم شفشاون، حنا عي كنعرفوا بعضنا، انا عي جبته ما يشقري باليلو صراحه الله، وقع له شلل نسبي وطاح مسكين نعي فجاه وصافي. ملي وقع له هذا الشلل النسبي ما بقاش كيتكلم وما عنده شي يده ما كيحركها، شي مره عنده ميته والعمر ديالو 37 سنه، متزوج عنده وليد عنده 5 سنين. ملي داوه للطبيب عيو ما كيقلبوا عيو هادي ما كان حتى شي حاجه، النتيجه ما كايناش. داوه للطبيب القلب جبرو عنده صمامه، لقاو عنده صمامه مشات له، خصو تبدل له صمامه، خصو يتسرح له واحد العرق عنده فيه الدم هذيك مجموع. ودابا جبناه لهاد الجمعيه المغرب انقاذ، الله يجازيهم بخير، ونطلبوا من المحسنين، نطلبوا من الناس اللي قولوا بالرحمه يتعاونوا مع هاد المسكين ما بحالوش، زعما محتاج عمليه في اقرب وقت. والله يرحم الوالدين اللي تعاون معاه، الله يجازيه بخير. انا ماشي زعما من عائلته ولا شي حاجه، انا عي مسكين بقى فيا وجبته، هذا الشيء اللي كاين. الله يرحم الوالدين لاي واحد.